تحت رعاية رئيس الجمهورية وفي إطار مبادرة كلنا واحد، استقبلت وزارة الداخلية بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية عددا من شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم الدعم لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة وترسيخ الوعي والانتماء الوطني لديهم. في إطار مبادرة كلنا واحد جيل جديد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وزارة الداخلية تستجيب لمقترحات الطلبة والطالبات أعضاء الملتقى الأول لطلائع وشباب المناطق الحضرية الجديدة، وتنظم زيارة لعدد منهم وأسرهم لمقر الإدارة العامة للحماية المدنية. لما بلدنا ادتنا الحب بنوا علشان نوفوا الوقت، أجيال طالعة في مصر جديدة بضحكة جميلة ترج القلب. لما نشوف أبطال حالفين يحموا ويبنوا اليوم جديد. مين يقدر يقول لي بقى في العمارة اللي احنا سكننا فيها جديد عندنا أدوات علشان نطفي بيها الحرايق؟ عندنا في أهالينا في العمارة اللي أنا ساكنة فيها بيبقى فيها زي صندوق وبكرة، وجنب الصندوق ده مقفول بتفتحه بتلاقي البكرة، وجنبها تمام. بتبقى حنفية وليها محبس. كل دور ولا في دور واحد بس؟ لا كل دور، كل ودي دور. سلم طوارئ كمان. وانت عارفة فين سلم الطوارئ؟ آه. ومفتوح مكان سلم الطوارئ ولا مقفول؟ لا سلم الطوارئ مفتوح على طول. طيب سقفل منا. كان مهم جدا ندي شوية نصايح وتوعية تتعلق بمسببات الحرائق في المنازل وإزاي نتصرف معاها وإزاي نستخدم أدوات وتجهيزات الإطفاء الموجودة عندنا في المنزل وإزاي نتصرف وقت حدوث الحرائق علشان نتجنب الدخان لحد ما قوات الإطفاء توصل. ليه إحنا مهم جدا لنا إن إحنا نحافظ ونعيش في بيئة نظيفة؟ وزي ما انتوا عارفين كلكم ان احنا خلال ايام هنستضيف اكبر مؤتمر لتغير المناخ والبيئه في العالم. ايه اهميه البيئه واللي لازم نحافظ عليها؟ اول حاجه انا بحافظ على البيئه عشان احافظ على صحتي، لو في تلوث من الهواء امنعه عشان ما ياثرش عليا. بمناسبه استضافه مصر لمؤتمر المناخ كان لازم نفهم اولادنا يعني ايه تغير مناخ وايه المسببات اللي بتؤدي لتلوث البيئه، وكان لازم نقول لهم ايه الحاجات اللي نعملها عشان نحافظ على البيئة بتاعتنا وما نتأثرش ونؤثر على المناخ، ويكونوا في نفس الوقت سفراء لبقية الناس في مجال المحافظة على البيئة. ده دور مجتمعي للدولة مهم جدا لتربية النشء على قضايا تغير المناخ. انا النهاردة في الحماية المدنية، وكنت قبل كده في معسكر 3 ايام في أكاديمية الشرطة. احنا اتعلمنا ازاي ننتمي لبلدنا. اشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على الرعايه ديت في المكان الجميل اللي هو سكننا فيه. زياره تاتي استمرارا للدور المجتمعي للوزاره تجاه قاطني تلك المناطق، وبما يعزز قيم الولاء والانتماء وتنميه الوعي الامني والشرطي لديهم. بكره نضحي علشان مصر ونوفي جميلها طول العمر. في ناس بنسمع عنهم وبنشوفهم يقول لك ده غرق في النيل، ده غرق في البحر. احنا شغلتنا ان احنا ننقذهم ونطلعهم. في عربيه موجوده تحت الميه، العربيه ديت محتجز فيها غريق ومش عارفين نطلعه بالطريقه العاديه، فهنضطر نستخدم قصافه هيدروليكيه بالمعده ديت اللي واقفه بره علشان نحرر الجسم البني ادم دوت ونطلع بيه. طبعا المهاره ديت صعبه جدا ومحتاجه تدريبات كتيره. ورينا الأهالينا بيان إنقاذ غريق من قبل رجال الإنقاذ النهري إدارة الحماية المدنية، علشان بعد كده لو هتقدر تنقذ حد حاول تساعده، لو مش هتعرف تنقذه وما بتعرفش تعوم ما تحاولش علشان ما تعرضش حياتك للخطر، واتصل بالمسؤولين من رجال الحماية المدنية في الإنقاذ النهري. لما تشوف أبطال
بيورونا ازاي لما في حد بيغرق ازاي نعرف ننقذه وازاي نتصرف في الحالات اللي زي دي. كمان ازاي لو حصل لنا حاجه في الحريق او غرق او كده نعرف نتصرف ازاي. ونطلب كمان الرقم بتاع الحرائق اللي هي 180. احنا بنشكر سياده الرئيس جدا جدا اللي هو جابنا المكان الجميل ده. جولة قام بها الشباب والطلائع لميادين التدريب التخصصية بالإدارة العامة للحماية المدنية لمشاهدة العروض التدريبية أسهمت في إثراء ثقافتهم وتنمية الوعي لديهم بأهمية دور هؤلاء الرجال في الحفاظ على الأرواح والممتلكات مهما قدموا من تضحيات. تشوف أبطال حلفين يحمو يبدو اليوم الدين وليك يا مصر الدين لجلي بلد. مبادرة كلنا واحد هي علمتنا الانتماء للبلد وعلمتنا حب الوطن وقد ايه الشرطة ووزارة الداخلية بتضحي علشاننا عشان تحمينا. النهارده كان يوم جميل جدا، احنا تعلمنا حاجات كتير زي ان احنا نعرف نساعد بعض، حد عنده حقيقه ولا حاجه نعرف اللي احنا نطفيها قبل ما تيجي المطافي، ازاي اللي احنا نتعامل مع المخاطر. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو دعمنا وجابنا هنا، وبتمنى تاني ان هم يدعمونا ويجيبونا هنا تاني. رسالتي للرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يكمل معانا ويدعمنا، واحنا ان شاء الله هنبقى افضل وهنبقى جيل متحضر. انا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحب الرئيس. لما تشوف افضل حلفين يحمو يبنو اليوم الدين وليك يا مصر يردو الدين لاجل بلدنا بلد الأعمار. لما تشوف أفضل حلفين يحمو يبنو اليوم الدين وليك يا مصر يردو الدين لاجل بلدنا بلد الأعمار. انا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود الكبير اللي هو بذله معانا وعلى كل حاجه هو عملها لنا، فعلا شكرا ليه. وان هو نقلنا من مكان عشوائيات لمكان متحضر يقدر كل واحد فينا عنده موهبه يقدر يطلعها بجد. انا بشكر سياده الرئيس على المجهود اللي بيعمله مع الاطفال مع اولادنا. بنشكر سيد الرئيس على اللي بيعمله مع اولادنا واولادنا نفسهم يبقوا حاجه كبيره. نشكر الشرطه طبعا وعليه واقفه من هي واقفه معانا كده وبتعمل المبادرات ديت لعيالنا، واحنا نفسنا عيالنا يبقى زيهم. هذه الزيارات تاتي ادراكا من وزاره الداخليه لاهميه بناء الانسان واعداد اجيال جديده تفخر بانتمائها لهذا الوطن وتقدر معاني التضحيات التي تقود الى حياه كريمه لكل ابناء هذا الوطن. بكم يا شباب مصر، يا شباب بلادي، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. فرصة كبيرة أتاحتها مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لقاطين المناطق الحضرية الجديدة بخاصة من الشباب والطلائع لزيارة المواقع الشرطية المختلفة والتعرف على جهود رجال الشرطة ومنها جهود رجال الحماية المدنية، وهو ما يأتي في إطار الدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به وزارة الداخلية تجاه قاطين تلك المناطق. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.